حراك سياسي متسارع غلبت عليه تداعيات أمنية تمثلت بمحاولة اغتيال رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، التي عقبها تحذيرات من محاولة جر البلاد إلى فوضى أمنية وسياسية. الحوارات مستمرة بين الكتل السياسية الفائزة، يرافقها حوارات ولقاءات بين المستقلين وحركة امتداد المنبثقة مما بات يعرف بحراك تشرين والتظاهرات التي خرجت عام 2019. حركة امتداد برئاسة علاء الركابي حصدت 9 مقاعد في الانتخابات البرلمانية الأخيرة حسب النتائج الأولية فقط. دعت امتداد في أكثر من مناسبة إلى تشكيل كتلة معارضة برلمانية بالاتفاق مع باقي المستقلين. نحو 30 مرشح فائز في الانتخابات البرلمانية الأخيرة من المستقلين بعد أن استثمروا قانون الانتخابات الجديد الذي منحهم الحرية في الترشح كمستقلين عن دوائرهم. سعى الركابي إلى تشكيل كتلة معارضة يبدو لغاية الآن أنه لاقى ترحيب عدد من المستقلين، فأخذت الاجتماعات تكثف في النجف والناصرية وغيرها من محافظات الوسط والجنوب التي تركز فيها فوز المستقلين. كتلة أخرى حصدت نفس عدد المقاعد التي حصلت عليها امتداد تقريبا، لكن هذه المرة في إقليم كردستان، وهي حركة الجيل الجديد برئاسة شاسوار عبدالله، والتي شاركت امتداد بالرؤى نحو المعارضة وشارك ممثلوها في اجتماعات مع المستقلين الفائزين. بالعراقي يفتح اليوم ملف سعي عدد من المستقلين لتشكيل كتلة معارضة برلمانية هي الأولى من نوعها في البرلمان العراقي، والبحث في أهمية هذه الكتلة وأهدافها وإلى أين وصلت الحوارات لتشكيلها.